اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي اللي منورني ومشرفني، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كره اليد، الكابتن محمد عبد الوارث. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عيسو، منورنا في قناه النادي الاهلي، ده بيتك يعني. الله يخليك، نورك يا كابتن عيسو. كابتن محمد، يعني اكيد حضرتك تابعت بطوله افريقيا، يمكن ده الحدث اهم. بكره نهائي افريقيا الساعه 9، مصر والراس الاخضر، في اول مره في التاريخ الراس الاخضر توصل. كلمنا بشكل عام على المنتخب، يعني كلمني على الاستعدادات، خلينا نرجع للبطوله شويه. المنتخب استعد ازاي لهذه البطوله؟ ايه يعني كان هدفه من البطوله دي؟ يعني كلمنا بشكل عام عن البطوله من خارج لغايه ما نخش في التفاصيل. والله المنتخب استعداده كان عباره عن بطوله البحر المتوسط، خد فيها ميداليه، كانت نهائي ما بينه وبين اسبانيا، طبعا عمل ماتش قوي. البدايات اللي قبل كده كان طبعا ضغط الدوري والدنيا ما كانتش، يعني ما كانش في وقت ان هم يبقى في استعداد كبير، معسكرات كتير ان هم يقدروا يبقى في. هي كانت بالنسبه له بطوله البحر المتوسط، هي دي كان الاستعداد لبطوله افريقيا. طب تونس اشتركت في البحر المتوسط برضه؟ طبعا تونس كانت موجوده في البحر المتوسط. الجزائر كانت هناك طبعا. طبعا كل يعني الفرق، انا اقول لحضرتك انه اغلب المنافسين او اغلب الناس او اغلب الفرق القويه كانت في البحر المتوسط، فكان اغلب الفرق او الثلاث فرق الكبار اللي هم مصر الجزائر تونس كانوا مشاركين، والمغرب كمان شاركت بطوله محمد المتوسط ولا ما شاركتش؟ المغرب لا تقريبا ما شاركوش. لا تقريبا يعني بلغوني ان ما شاركوش. فاذا انت عندك ثلاث فرق من شمال افريقيا، اثنين ومن مصر. فاذا يعني كانت هي الاستعداد الاساسي بطوله البحر الابيض. طبعا تقريبا. طيب. عن كل الفرق المنتخب يعني شايفه اعماره السنيه، هل هو كمنتخب للمستقبل ولا حاضر فقط؟ لا طبعا منتخب للمستقبل طبعا، مش الحاضر دلوقتي. في عناصر شابه كتير، في وجوه جديده تبدا تخش، زي مهاب ده مواليد 2002 2003 كمان، مهاب سعيد. مهاب سعيد اللي هو العيله النائب الاهلي، لعيب هايل جدا وليه مستقبل هايل جدا. بقيه الاعمار اللي موجوده يعني تقريبا اكبر اعمار مواليد 88، باستثناء احمد الاحمر هو القائد، كابتن الفريق طبعا، هو مواليد 84. لكن باقي الاعمار في بقى ال 92 و90 88 94، يعني الاعمار بتقل، فعندك لسه قدامهم يعني وقت كبير جدا ولسه مشوار طويل. وبصراحه بروندو عامل تشكيله هايله جدا، الاعمار السنيه اللي موجوده في منها خبرات، يعني حتى الاعمار السنيه اللي هم الصغيرين عندهم خبرات، لعبوا فترات كتيرة مع الأندية بتاعتهم، فعندهم خبرات كويسة ولعبوا منتخبات شباب. يمكن عندنا طبعًا مجموعة طبعًا جيدة جدا، سواء في الأندية المصرية في الأهلي والزمالك بالأخص، لعبوا أكيد منتخبات وحصلوا على بطولات عالم، يعني أكيد مش طبعًا، يعني مش أكيد بطولات طبعًا، ميداليات أو مراكز عالمية كمان، وزائد بطولة عالم كمان أكيد حصلنا طبعًا عليها. فشايف إنهم عندهم خبرات جيدة. طبعًا، وده يعني بان في البطولة. يعني ما بالغش مدير فني المنتخب الجزائري لما قال إن مصر هتتسيد القارة الأفريقية في كرة اليد لمدة 10 سنوات قادمة. لا هو يعني هو ده الطبيعي، وده اللي احنا شايفينه من بطولة العالم اللي كانت موجودة في مصر عندنا، زائد بعديها الأولمبياد. لا كان واضح وصريح جدا لكل الناس ان فعلا منتخب مصر هو دلوقتي بيتسيد وهيتسيد فترة طويلة كمان.